تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفنا في اليوم الثاني للكورس 41 لمدرسة الأشعة المصرية لاستكمال السي تي ارتريوجرافي والأذر موداليتيز في الارتريوجرافي برضو كمقارنة بيهم. وهنبتدي بموضوع يعني مهم جدا وهنكمل بعد كده بالكلينيكال اسبيكتس ارتريوجرافي، لكن هنتكلم دلوقتي على السيفتي اند اثكس ان ارتريوجرافي او ان انجيوجرافي عامه. احنا عندنا في حاجه اسمها يعني الميستيكس اللي بتحصل عندنا في الراديولوجي. الميستيكس دي يا اما بنقسمها بري اكزامينشن ميستيكس او اكزامينشن ميستيكس او بوست اكزامينشن ميستيكس. البري اكزامينشن ميستيكس مينلي دي يعني بتحدث نتيجه اخطاء من الكلينيشن ريفيرنج الحاله او مننا احنا كراديولوجيست، اللي هي inadequate clinical data سواء history والexamination وال unavailable previous films أو studies. ال false choice of imaging modalities زي ما قلنا امبارح في clinical imaging guidelines. ساعات ال delayed date of examination without reviewing recent clinical data بتبقى انت اديت الميعاد مثلا، يعني في اماكن لما كنت في المانيا كان ممكن بيدوا ميعاد ام ار ركبه مثلا بعد شهرين، ده عادي جدا محدش بيزعل زي عندنا في مصر. قدام حاجه يعني مش عاجله يعني. فبعد شهرين ده ممكن عين يكون حصل له تشينج في الكلينيكال داتا، يعني ممكن يكون حصل له خبطه في البوكس ساعتها قبليها على طول، فلازم انت لما تيجي تعمل الفحص تعيد تاني الكلينيكال داتا الحديثه، ما تعتمدش على الورقه القديمه اللي مكتوبه. Improper preparation ده طبعا يعني مشكله كبيره وبتعرضنا لاخطاء كثيره في التكنيك، سواء بقى عين احنا ما بنتكلمش على الارتوجرافي بس، بنتكلم على كل الحاجات الثانيه بقى، شرب الميه، ان هو ما يكونش صايم، كل الكلام ده ممكن يعمل لنا مشاكل. الاكزامينشن ميستيكس اللي هي البروسيدور نفسها، ممكن طبعا احنا اتعلمنا من اول لما كنا بنشتغل كتير جدا حالات باريام ستاديز بالذات، ان انت ممكن طبيب يعمل حاله باريام ستادي يطلع الحاله كومبليتلي فري، وحد تاني يطلع الحاله كومبليتلي كلها فيها ابنورمال فايندز. ده حسب الشغل وحسب اللي بيشتغل ده سواء طبيب او فني فاهمين الشغل اللي هم بيعملوه. طبعا ده بيفرق كتير جدا. طبعا في مصايب ممكن نقع فيها بقى، مش بقى حاجه يعني سواء نضر العيان او نضر نفسنا او نضر المؤسسه كلها، هي مثلا رونج بيشنت داتا، ان هنكتب اسم العيان او الحاجات دي تكون غلط، فطبعا بتبقى كارثه يعني تعمل مشاكل كبيره قوي. الامبروبر ادمنستريشن اوف كونتراست ميديا اللي احنا يعني بنديها بطريقه خاطئه، يعني ممكن الفحص مثلا ان احنا ندي كونتراست ميديا المفروض يعني في وقت الارتيريال ستادي، ندي الصبغه في وقت الفينس ونكتب عليها فينس فيز مثلا، او تكون ديليت فيز نعملها في غير توقيتها. نفس الكلام الاورال كونتراست ميديا، حتى ان احنا ما نشربش العين كويس بطريقه كونتينيوس، ما بيبقاش عندنا كونتينيوس كولن اوف باريوم، بيبقى عندنا الباريوم متقطع وده يدينا معلومات غلط. ساعات الكونتراست ميديا برضو ما بنديهاش بان احنا نعمل ديستنشن بالاورجن اللي احنا بنعمله كويس فيطلع لنا غلط. الاكسبوجر فاكتورز اللي هي الملي امبير والكيلو فولت يمكن قل شويه يعني الموضوع ده، في يعني لان احنا الحاجات دي بتبقى في الغالب كوميتد في الجهاز. السيكونس شويس طبعا مهم جدا، احنا نختار السيكونس الصح في سواء في السي تي دائما، يعني هو في سيكونس واحد وفي فاريبل طرق للتصوير، لكن الام ار بيبقى سيكونس كثيره جدا فلازم تختار السيكونس المضبوط عشان تقدر تطلع فحص مضبوط. السلايس سيكنس برضه مهم جدا، في اوقات معينه لو ما عملناش سلايس سيكنس كويس هيبقى هنمس ليجنز وهنمس مشاكل كثيره جدا، وحتى هنعمل مشاكل في ريكونستراكشن او ريفورماتنج. الامبروبر الاينمنت ده في الحالات يمكن الاشعه العاديه شويه برضه بتفرق. الفولس بوزيشن رول اوف تو ده في الاشعه العاديه اكتر، ان احنا يعني بس برضه في حاجات ثانيه بينفع، اللي هي تو فيوز تو اوكيجنز تو جوينتس تو سايدز ساعات في الكومباريزون،
ساعات حقيقة لما يعني بيكون عندنا راديوجرافر صور حاجة وعايزين يعني نظبطها، ممكن نستعين بحد تاني يعني يكون عنده خبرة أكتر، تو راديولوجيست عشان ناخد كونسلتيشن ساعات في بعض الريبورتنج أو في الوصف. الدراج كومبليكيشنز مش كثيرة قوي، لكن طبعا ساعات برضو في الكورونري سي تي ساعات بندي دراجز عشان نقلل الهارت ريت عشان نقدر نعمل الفحص. والحاجة التانية ان احنا مش بس نقلل الهارت ريت، ان احنا ساعات بيبقى في دراجز اجينست السنسيتيفيتي، الدراجز دي برضو ناخد بالنا من الدوز بتاعتها والحاجات دي. البروسيدور ميستيكس نفسها اللي هي يعني اثناء الفحص ساعات بنعمل اوضاع مش مظبوطه، يعني مثلا المفروض نعمل يعني في الارتريوجرافي مثلا او في الفينوجرافي بنكون بنعمل سنترينج على حته معينه او ناخد البولس عنده معين، ده ممكن ما نكونش مظبوط فطلعنا الفحص بيحصل فيه فينس كونتامينيشن. في وجود الراديولوجيست طبعا لازم يعني او يعني طبعا حتى يعني الراديوجرافر لازم ما يمشيش المريض غير لما يكون الفحص متاكد ان الفحص كويس، لان ان احنا ننادي العيان تاني او نجيب العيان تاني ده بيدي انطباع سيء جدا، العيان ما بيفهمش ان هو جبناه تاني عشان مصلحته او عشان في حاجه مثلا ناقصه او في حاجه يعني المفروض نظبطها، لا بيعتقد على طول ان انت غلطت غلط وبتحاول تصلحه. الفيلمينج طبعا مهم جدا، انت ممكن تصور فحص كويس جدا جدا يعني وبعد كده تيجي تطبع الفحص تروح مفوت مقطعين مثلا مهمين جدا يكونوا كده، ما تعملش ريفورماتنج كويس ولا تعمل الكلام ده، الفيلم يبقى الصور غامقه قوي او فاتحه قوي، يعني كل الحاجات دي ممكن تبوظ الفحص على يعني زي ما نقوله على شويه كده ان احنا الفيلمينج يبقى وحش. البروسيسنج ايرورز دي اللي هي دي يمكن اكثر فعلا من ايام ما كنا بالتحميض والحاجات دي، ممكن طبعا ساعات فيلم افلام عيان في 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 ظرف بتاع عيان تاني، دي طبعا بتحصل للاسف عندنا ولازم نركز جدا سواء ان فني الاشعه ياخد باله ان هو يبص على يعني كل الراديوجرافرز دي لازم شغلتهم الاساسيه ان هو يبص على الافلام وهي بتتحط جوه الظرف. يعني طبعا قلت بس استعمال الساقين الازرق بقى بيبر بيس الى حد ما، بس برضه حتى الحاجات اللي احنا بنصورها ما يسيبش التمريض او يسيب عامل يحط الحاجات دي في الظرف، لازم يشوف عينه ويبص على اسم العيان وبياناته، ونفس الكلام يعمله طبيب الاشعه وهو بيكتب التقرير واحنا بنبص تاني على الحاجات دي عشان نتاكد ان هو ده تقرير العيان، وثالث حد بيعمل كده الريسبشن وهو بيسلم فحوص الاشعه. طبعا في وقت ما يعني الفحص مش عاجبك ما يعني ما تحرجش ان انت تعيد او تتردد في ان انت تعيد الفحص، والناس حتى لو عدت اديت صبغه تاني اديت مش عارف تحضير تاني كلفت اكتر شويه الكلام ده كله، لكن عشان تعمل فحص كويس ما فيش عيب ما فيش مكابره في هذا الموضوع. البوست اكزامينشن دي في الغالب غلطات اطباء بقى اشعه، مش غلطات كلينيشن ولا غلطات راديوجرافر، دي غلطات اطباء اشعه. طبعا لازم تكون عندك باك جراوند جدا سواء الاناتومي فيسيولوجي، دلوقتي بقى فيسيولوجي حتى مهم في الاشعه، الباثولوجي طبعا هما دي العواميد بتاعه الاشعه لازم تكون فاهمها ومن غيرها مش هتعرف تشخص، يعني زي ما حد يقول مثلا البيتوري الكبيره ويفاجئ ان البيتوري ده في يعني واحده صغيره مثلا في وقت معين البيتوري البلج ده بيبقى نورمال، السوبيريور سيرفيس اوف بيتوري بلج ده بيبقى نورمال. طبعا لازم وانت بتعمل يعني بتكتب التقرير تكون مركز جدا مش مشغول في حاجه ثانيه، يعني مش قاعد مثلا تدير اسم وناس بتخش لك وناس بتسالك وناس كذا وانت تكتب الافلام الاشعه. ميسنج تو بيك رونج داتا رونج بيشنت داتا طبعا ده مهم قوي، احنا قلنا لازم نبص على الداتا بتاعت العيان والايدج والسكس وكل حاجه. كويك انتربتد ريبورتنج ده اللي كنت بقوله ان احنا ما نستعجلش ونبقى هادين ومركزين فاحنا بنكتب التقارير. فوكسنج ايميديت جروس ليجنز ان احنا ساعات نشوف حاجه مصيبه كده كبيره نروح مركزين عليها وننسى خالص الحاجات الصغيره اللي موجوده في الفيلم اللي هي ممكن تكون كي فور دايجنوز، لازم تبص على الفيلم زي ما خزيتنا قالولنا لو احنا بنبص على فيلم يعني بنبص فروم كورنر تو كورنر، لو بنبص على مونيتور بنبص على كل حاجه بنشوفها، لو هم 1000 صوره بتعدي علينا بنبص بسرعه
نشوف الصور نبص عليه فورماتنج والكلام ده. وساعات بنطلب طبعا من النفر ان هو يعد لنا حاجات معينه او يظبط حاجات معينه لو احنا ما كانتش معموله. طبعا قله المعلومات الفسيولوجيه والاناتومي طبعا ده بيقلل الكلام ده كده. يمكن كنا زمان بنقول حاجه مهمه قوي ان احنا كنا بنتفرج على الافلام دايما في اوضه ضلمه، يعني اللايت فيها ضعيف شويه عشان ما تبقاش الافلام فاتحه والميس ليجنز. حتى لو احنا بنتفرج دلوقتي برضو على لابتوب او بنتفرج على مونيتور سواء يعني ميديكال مونيتور او بيسموها كونسيومر مونيتورز اللي هي المونيتورز العاديه اللي هي بتشتغل عاليها في المونيتورات العاديه مش الميديكال الغاليه قوي، برضو بنقدر ان احنا نظلم شويه الدنيا عشان نبقى شايفين كويس. Insufficient technical information or quality. طبعا ساعات التكنيكس نفسها بتكونش فاهم كويس التكنيك اللي هو معمول، فده بتتسبب ان انت تقول معلومات غلط زي ما نشوف برضو في الدكتور احنا ممكن نتكلم في البلمونري ارتريوجرافي. بتفاجئ ان البلمونري ارتريوجرافي ان انت في حاجات جديد جدا بيت فولز بتحصل نتيجه التكنيك بيكون فيه مشكله. وساعات في الاناتومي او ساعات في حاجات بتاع فوليوم افريجنج على الفيسل. طبعا لازم تشوف الريبورتس القديمه. طبعا ريدنج ريبورت ده ساعات بيحصل من الاطباء المعالجين، بيكون في ناس بتكابر ان هي تقرا ريبورت الاشعه او يضرب عين كده يبص على التقرير، لكن هو مش الحقيقه مش مهتم بيه او مش عايز يعني يبين للعيان ان هو يعني ما بيعرفش الاشعه فبياخد راي دكتور الاشعه. ساعات ما بقاش في راديولوجيا كونسنتريشن لحد اعلى، وده طبعا مهم جدا في اوقات معينه وخاصة في يعني كتر السب سبيشاليز في الأشعة. Incorrect description findings. ساعات يعني شايف أنت شايف حاجة يعني شايف الحاجة فعلا لكن بتوصف غلط. الوصف الغلط ده بيسموه interpretation errors، ده صح برضه بيحسس اللي بيقرا إن هو في حاجة غلط مش مظبوط. Spelling mistakes طبعا ده بيعمل مشاكل. Missing positive data أو leaving negative original data. إحنا طبعا كلنا دلوقتي بنعتمد على الريبورتس اللي هي يعني معموله تمبلتس اساسا في الاول، يعني مطبوخه من البدايه كده يعني محطوطه واحنا بنشيل ونحط فيها. فطبعا بيعمل يعني مشاكل جامده جدا لان ممكن سطر يكون فيه حاجه نورمال نكتبها تاني وهي كاتبينها نورمال، ممكن ساعات تقرير في ميل يتحط تقرير ميل فده بيحصل مشاكل. فيلير تو كوميونيكيت تايملي ده مهم جدا، ان انت لو لقيت كارثه او حاجه كبيره او حاجه امرجنسي حاجه يعني تاثر في حياه المريض، من الواجبات اللي على طبيب الاشعه ودي انا عرفتها حقيقه متاخر في حياتي ان احنا لازم نبلغ الطبيب المعالج اورالي ومباشره وتايملي ودايركت، ان احنا نبلغ طبيب المعالج لو لقيت مثلا نيوموثوركس هيموريدج امبوليز كل الحاجات دي تبلغ طبيب المعالج، ما تكتفيش ان انت عملت اللي عليك وكتبت ريبورتس او اديته للممرضه تسلمه او اديته مش عارف كذا، لا انت لازم تكلمه اورالي. وده بيحصل فيه حتى يعني اتهامات عند التقصير في دول اللي بره. مهم جدا ان انت تعمل سجستن للنكست ريديولوجيكال بروسيدور او الفولو اب ستادي يبقى بعد قد ايه، او حتى لو انت محتاج بايوبسي محتاج حاجه بس تكون حاجه ليها علاقه بالاشعه، يعني الترا ساوند جايدد بايوبسي، سي تي جايدد بايوبسي، سي تي بوست كونتراست مثلا عايزه مش عارف تعمل الاستادي ده تاني بعد شهرين، كل ده من حقنا كاطباء اشعه. ما حدش يقول لك لا انت مش من حقك تقول الكلام ده، لا من حقك طالما في الفيلد بتاعك، لكن مش من حقك وان ايثيكال ان انت تكتب لطبيب ان انا يعني محتاج ان انت تعمل له انذار مثلا، محتاج ان انت تعمل له مش عارف كشف سمع مش عارف ايه. لو انت يعني عايز تديله فكره كده ساعات بنقول له فور فيرزر ايفالويشن بقى اللي هو شايفه زي في ساعات في الكوفيد ولا حاجه دي. الان ابروبريت ريفيرال قلناه امبارح ان هو ان ادكت كلينيكال داتا نوت بس ايمجنج فاليتي، دي احد الاسباب اللي هي بري اكزامينشن ميستيكس اللي هي بتعمل مشاكل جامده جدا ومهمة. طبعا مهم جدا في الارتريوجرافي وفي الفينوجرافي والانجيوجرافي عامه ان احنا نطلع على الكونتراست ميديا سيفتي. ده طبعا موضوع كبير جدا بس انا اقوله ببساطه يعني على قد ما نقدر. الحاجه الاولى في الكونتراست ميديا يعني مشاكل الكونتراست ميديا هي الهايبر سنسيتيفيتي. الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن انكلود بوث اي جي اي اند نون اي جي اي ميديتد انفلكسويد، يعني ساعات بتوصل لشوك حتى. ساعات بيحصل مايلد رياكشن
دي انت يعني بتكون محضر العيان عليها عشان ما يتخضش، انه لو اتخض العيان وهو بيعمل فحص هي ممكن يتحرك يتهز يبوظ لك الفحص وهنعيد الفحص تاني. فانت يكون بس قبليها يعني متبرمج كده ومعرف انه ممكن يحصل له يعني حاجه في حلقه كده، يحس بطعم معين في حلقه، ويحس بساعات سخونيه ساعات الحاجات دي. فالحاجات دي كلها ممكن يفوتها ادام هي مش سيفير. سيفير اكشن طبعا لازم ينبهنا، واحنا طبعا بنكون دايما ودنا مع العيان وهو بيعمل فحص، سواء يعني حتى في السي تي او في الام ار، سامعين هو عنده اي مشاكل عشان نلحق نستجيب للمشكله لو حصل. السيفير اكشن دي ما بتحصلش دلوقتي غير قليل قوي. احنا زمان كان عندنا الايونيك كونتراس ميديا، كان طبعا ليها مشاكل كبيره وحتى فيها موربيديتي ومورتاليتي عاليه. دلوقتي الحقيقه بقينا قلما ان احنا نشوف عيان حصل له مشكله من السبغه نتيجه الصبغات الجديده، وطبعا تحضير الاسم ان هو يكون جاهز لاستقبال المشاكل دي. الاردلي مورتاليتي ريزد ميديا انستريشن سيجنيفيكنت هاير، تشيلدرن ار مور سنسيتيف فلويد فوليوم تشينج، واللي هو بيحصل مع الكونتراس ميديا. Every small, very small contrast media ممكن تؤدي ريكاكشن. في الحقيقة مش عارف خطأ شائع كده إن إحنا بنعتقد إن في حتى الجيوغرافرز كده، وفي تمريض وفي أعتقد دكاترة كمان يدي سنتي كده للعيان ولا 5 سنتي كده يشوف اللي هيحصل له ريأكشن ولا لا. فطبعا ده يعني ده كان مش مظبوط تماما، ده مش زي البنسلين وزي الحاجات اللي هي ليها سنستيفيتي تيست. الصبغة ملهاش سنستيفيتي تيست، انت جاست يعني ممكن سنتي واحد ممكن يؤدي الى مشاكل، يعني لو انت لو العيان عنده سنسيتيفيتي بتاعه. فما فيش حاجه اسمها يعني تيست دوز او تيست رياكشن ولا حاجه. رياكشن ماي اوكير ايميديتلي، هويفر ديليد رياكشن ساعات بيحصل بعد، يعني كنا بنخلي العيان عندنا بننصح حتى ان هو العيان يبقى فيه لمدة تلت ساعة مثلا بعد الفحص، ان هو يكون الكانيولا لسه موجودة في ايد العيان عشان لو حصل رياكشن نلحق نعملها. وبطلنا طبعا ان احنا نركب يعني كل وقت كانيولات مش بطل فلاي والكلام. الرياكشن ده اللي بيحصل ده بسرعة ده not due to anaphylaxis but they are possibly T cell mediated and may consist of macular rash. حاجات بقى اللي هي بنشوفها يعني بسيطة، وساعات بتوصل بقى المس كبير كبير تبقى فيتال للعيان. طبعا مهم جدا بنقول دايما للريديوغرافرز بننصحهم بكده ان انت بتشتغل لازم يكون في المكان اللي انت بتشتغل فيه طبيب، وساعات حتى بيبقى طبيب مش اشعه حتى، بس تبقى مطمن ان في طبيب موجود في المكان اللي بتشتغل فيه عشان لو حصل رياكشن تبقى انت في السيف سايد بتعالج العيان على قد ما تقدر. حتى لو العيان حصل له مشكله بعد كده يبقى انت عملت الشروط المطلوبه ساعتها، لانك لو مفيش طبيب موجود انت ساعتها يعني هتبقى ليك مشكله جنائيه، وطبعا انت برضه العيان يعني تتسبب في ضرر طبعا العيان. الادفيرس اكشن زي ما احنا قلنا ممكن تكون مايلد وليها يعني لسته بسيطه كده اهي، ممكن تكون مودريت هايبرتنشن ديسنيا برونكوسبازم ساعات لانجا. دي في الغالب انت يعني كل اللي بتعمله ساعتها ان انت بتدي علاج سريع سواء سوديوم بورتيف، طبعا بتنادي الدكتور كول فور ميديكال اسيستنت، بتنادي الطبيب اللي موجود معاك عشان يقدر يعني يساعد بالمعلومات الطبيه اللي عنده. مونيتور يعني هدي العيان وتابعه وتكتب حتى الكلام اللي انت شفته ده دوكيومنتد رياكشن عشان لو حد جه هتقول له ايه اللي حصل بالظبط. السيفير رياكشن دي طبعا دي محتاجه ايميديت تيم زي ما انتم شايفين الترابيزه الكبيره دي اللي فيها كل حاجه ممكن تعالج العيان دي، لازم تكون جنبك في قسم الاشعه، بحيث اول يعني بره على طول اول ما حد بيحصل له حاجه يروح واحد جري بالترابيزه للعجل دي داخل جري فيها كل حاجه وفيها مونيتور وفيها كل حاجه ممكن تلحق العيان. لو العيان ما لحقناش نديه باسم الاشعه هنروح مصادفين على طول ومنادين دكتور التخدير ولا حد عنايه مركزه، يلا على العنايه المركزه عشان كده بنحب نخص الصبغه بالذات تتعمل في مكان في عنايه مركزه، ما يتعملش في مكان مستوصف ما فيهوش حاجه عشان ده في غير مصلحه العيان. حتى لو بيجيب لك فلوس زياده ولا حاجه لا، ابتعد عن ان انت تخاطر بهذا الموضوع لمصلحتك ومصلحه العيان بتاعك. النفروباثي هو السبب المشكله الثانيه بعد الرياكشن اللي هي مشاكل الكلى اللي بتحصل نتيجه الصبغه.
renal tubular artery vasoconstriction alter glomerular hemodynamics due to an elevated plasma. مش هنخش قوي في في الحاجات اللي هي الباثوجينيز قوي. اكلوتين انجينز ان لايكلي ما بيحصلش قوي, ان لايكلي يحصل في الناس دي, وخاصه لما يكونوا هايدريتد. In patient with mild renal impairment, hydration before injection control media usually prevents worsening renal function. وده بيحصل, هنقول لكم عليها. الهايدريشن ده ممكن يكون اورال وممكن يكون انترافينس. ونقول ازاي, لان احنا وانس ان هي السبب انديكيتد وان هي يعني لانقاذ دواعي انقاذ حياه المريض زي مثلا بالمونري انجيوجرافي وملهاش تقريبا بديل, بنضطر ان احنا نحقن صبغه ونراعي بقى شويه حاجات كده عشان العيان ما يتضرش. ممكن طبعا يعني احنا لو يعني عندنا يعني اختيارات تانية غير الشعب الصبغه, انه بتشوف ساعات ام ار اي نون كونتراست ستادي. يعني عندنا ممكن في حالات كتير انجيوجرافي ممكن نعمل لها بام ار اي نون كونتراست, مش لازم صبغه. في حاجات كتير الالترا ساوند برضه, الحاجات دي ممكن تكون ساعات بديل لل الانجيوغرافي في حالات سيفير ريلان امبيرمنت. لكن لو ما لقيناش بديل احنا قلنا ازاي نعمل الفحص من غير مشاكل. Most hospital based radiology practice now require measurements of اللي هو الجلومرال فلتريشن ريت before injection. احنا الحقيقه في مصر برضه نتيجه يعني الكلام الكتير والكلام ده بنحاول ان احنا نريح دماغنا في اي مركز او اي مستشفى, ان احنا بنقول للعيان اعمل يوريا كرياتينين على طول, يعني على من غير ما نساله هو سنه قد ايه, عنده مشاكل ولا لا, الكلام ده عشان يعني ندي يعني نريح نفسنا من الاول. الحقيقه الرويال كوليدج او اليوروبيان كوليدج اوف يوروجينيتال راديولوجي والناس دي قالت ان مش كل الفحوص لازم نعمل تحليل وظائف كلى, لا في فحوص معينه بنعمل تحليل وظائف كلى بس احنا الناس تامن نفسها. طبعا من الحاجات المهمه avoiding repeated high dose studies at short intervals. ده بيحصل كتير, بتلاقي الدكتور جايين له بفحص عامل صبغه والاقي جاي لي العيان بعديها باسبوع عايز يعمل نفس الفحص تاني عشان الدكتور مش عاجبه الفحص, سواء بقى مش عاجبه الفحص لانه يعني بياخد مثلا نسبه من مركز تاني, هو ما بيثقش غير في مركز معين, هو المستشفى بتاعته عامله تعليمات ان لازم الاشعه دي تكون معموله عندنا. طبعا الكلام ده مش صح, فلازم يعني ما نشندور العين بفحص تاني سبب برضه هو لسه عامل. ادكوت هايدريشن زي ما احنا قلنا, دايما بنستعمل لو اوزن ونان ايونيك, وطبعا كل الاماكن دلوقتي تقريبا بتستعمل نان ايونيك كونتراست ميديا. ساعات كده بيبقى في دايلوشن كونتراست ميديا في اوقات معينه. افويدنج كونكرنت يوز اوف دراجز, في دراجز معينه بتكون تاثر في برضه مع contrast. The ionic most non-ionic contrast media are contraindicated for intrathecal injections. الالترا فيست اللي احنا معتبرينه اله الصبغات يعني وحاجه من الحاجات الكويسه كل حاجه, للاسف هو في الانتراثيكال انجكشن is contraindicated, ودي خطا شائع ان في ناس فاكره ان الالترا فيست ده كويس كل حاجه في الدنيا. لا, الالترا فيست في مشكله في الانتراسيكال, ده بيبقى موجود في البريسكريبشن اللي بيجي معاه. الاومني بيك هي السيف ايجنت ان انتراسيكال انجكشن. في ريكومنديشن معينه ان احنا الفاستنج ساعات بيعمل هايبوجلايسيميك اكسيدنتس, رينال فيليا كان بي ورسن باي انجكشن اوف كونتراست ميديا, الميتفورمين اكسبوز ذا ريسك اوف لاكتيك اسيدوز باي ان ادمنستريشن اوف رينال كليرانس ان كيسز اوف انتراكونتراست ميديا انجكشن. كل الكلام ده حاجات لازم نحتاط ليها. في ارقام معينه مش هنخش في ارقام قوي, الكلام ده كله موجود لو يعني حبيت تزودوا معلومات في الجايد لاينز بتاعت الرويال كوليدج اوف يوروجينيتال راديولوجي. زي ما قلت احنا في اوقات مش كل العيانين بنطلب روتين كرياتينين تيستنج, لا يعني لو بقى الريسبشن عندنا عاوز يعني يبقى يعني يشتغل بطريقه يعني يعني ممكن بريسايزد اكتر, بنقول العيانين اللي هم الايدج اوفر 60 الهيستوري اوف رينال ديزيز انكلودينج تيومر ترانسبلانت, فاميلي هيستوري اوف كيدني فيلير, دايابيتس تريتد ويز انسولين, هايبر تنشن, بارابروتينيميا سندرومز اور ديزيز زي المايلوما, كولاجين فاسكولار ديزيز, سوليد اورجان ترانسبلانت. دي حاجات بتخلينا لازم بقى نعمل
كرياتين، وطبعا يعني 6 ويكس ايرلير بيبقى كفايه، مش لازم اقول للعيان بقى هات لي يوريا وكرياتين او هات لي كليرنس خلال مثلا يومين ثلاثه من الفحص، لا كفايه 6 اسابيع. الجايد لاينز دي في الاخر ار سمبلي جايد لاينز زي كل جايد لاينز في العالم، حاجات بنمشي عليها طبعا عشان الدنيا ما تبقاش مفتوحه، ماشيين على طريق معين نمشي عليه، لكن في الاخر ان كل عيان زي دلوقتي في الطب اللي هو بيسموه personalized medicine، ان عيني الاورام مثلا مش كلهم بنديهم نفس العلاج، كل عيان according to genes وحاجات كده بنديه علاج ليه dedicated للمريض ده نفسه. فده نفس الكلام برضو ان احنا في الصبغات والحاجات دي لازم نمانج كل حاله بحالتها. For example creatinine testing can be omitted for urgent study where time is critical, particularly contrast enhanced stroke CT protocol requested by emergency. طبعا ساعتها لا بنضحي وبنحن سبده واخدين احتياطاتنا بس ان احنا ما ندورش العيان على قد ما نقدر. الاورال هيدريشن بيبقى 500 مللي ووتر بيفور انترفينوس كونتراست. الانترفينوس هيدريشن نورمال سالاين in all instances with donor filling rate L 45. As a radiologist should consider at an alternative examination لو كان فعلا هيؤدي لنفس الهدف. These guidelines apply only to patients with chronic renal failure and not patients with acute renal failure who are at high risk of contrast injury. The recommendations of hydration not apply to patients under هي transplant اللي هو بيعملوا transplantation. وساعات بنعمل دلوقتي زي ما هنشوف كنا زمان بنقول عيان روح اغسل بعد الفحص، اغسل الكلى بعد الفحص، لا دلوقتي الحقيقه بنقول غسيل. patients on dialysis can receive intravenous contrast but facts that patient with dialysis should not be dragged on automatically allowing administration of contrast media because of several potential hazards in a setting of acute renal failure when dialysis is being preferred the expectation of renal recovery it may be inappropriate to administer nephrogenic agents that may jeopardize the reversal of renal impairment. In the setting of chronic renal failure زمان زي ما احنا قلنا كنا بنقول العيان روح بعد الفحص اعمل غسيل، دلوقتي بقى ممكن ان احنا قبل الفحص نفسه بنعمل غسيل. It should be also noted that common beliefs that dialysis requires early post-procedure dialysis is unsupported by clinical studies and expert guidelines. مش شرط ان هو بعد الفحص الصبغة بندي غسيل، لا ممكن جدا نعمل غسيل ده قبل فحص الصبغة. الاكسترافازيشن من الحاجات طبعا الكومن جدا في الفحوص بتاعتنا بتاعت الالكتروجرافي سواء conventional او سي تي او ام، بس طبعا في الام ار الحقيقه بتبقى يعني اخف شويه لان الايودين يمكن اكثر يعني مشاكل شويه. الكونتراست اكسترافازيشن هو خروج الصبغه من الوعاء الدموي لبره الوعاء الدموي بصوره بسيطه. اكسترافازيشن انجكشن كونتراست مينا كوزد باي ديسلوجمنت اوف ذا كونتراست ليكج فروم ذا فيسل بانكشر سايت، وبيحصل بانش يعني زي رابشر للفيسل وول. يعني ما بتحصلش كتير وهنقول ايه الحاجات اللي بنعملها عشان تقلل شويه الكلام ده. Complications are more severe in extremities with poor vascular or lymphatic circulation on the side of prior mastectomy ساعات الناس اللي عملوا mastectomy or when extravasation occur on the dorsum of the hand or foot لان بتبقى الفاسكوليتشر مش كويسه قوي واللمفاتكس مش كويسه قوي. عشان كده دايما بنقول للعيانين قبل ما تيجي بناخد هيستوري كويس من العيان. العيان بيخلع لو هي سيده بتخلع الجويشه الجوايش اللي هي لابساها او الست بيخلع الخواتم عشان لو حصل حاجه ما يبقاش مشكله ساعتها ان احنا نقلعوا الحاجات دي. Small children, elderly and unconscious patients بيبقوا اكتر عرضه للاكسترافازيشن partially because of reduced report ما بيقدرش ان هو يبلغ ان هو عنده مشكله، يعني ممكن جدا ما يبلغش ان هو حصل اكسترافازيشن وانت قاعد ما بيبلغش، يعني هو ما خدش باله ان حصل اكسترافازيشن. وخاصه برضو في الناس اللي هم عندهم فات كتير في الايد في حته الذراع مثلا او حاجه كده ممكن الفات ده ما يظهرش جدا حتى قدام عينك انت ان انت ما تشوفش الاكسترافازيشن في كونتراست ميديا غير بعد كده.
الجايد لاينز دي اللي احنا بنركب بريفرال انترافينوس لاين يعني تقريبا 20 جوج از انتي كوبيتال اور ما نركبش طبعا يعني يعني كانيولا صغيره قوي او رفيعه قوي في حالات الصبغه بالذات وخاصه في حالات اللي هي الاوتوماتيك انجكت يعني ممكن نستعملها ساعات في حالات الانجكشن العادي المانيوال لكن الاوتوماتيك انجكتور لا يستحسن نعمل كانيولا كبيره شويه Before initiating the injection, the position of the catheter tip should be checked by venous for venous. احنا بنحن طبعا شوية كده سلاين عشان نطمن هي في مكانها ونطمن خالص بعد ما نطمن خالص بنحن نستوعب لان لو حصل اوتوماتيك انجكشن ساعتها بيبقى في كمية كبيرة قوي دخلت حصل لها extravasation مش هنلحقها. A critical step in preventing significant extravasation is direct monitoring of the venous puncture طبعا عينك على venous puncture و palpitation during the initial portion of contrast media injection. Ensure the intravenous is properly selected, placed and secured. Consider a lower flow rate بالضبط في patients اللي هم عندهم partial risk. When the patient report any unusual sensation على طول أول حاجة طبعا ساعات ببقى بسأل السؤال ده أول حاجة فناس بيقولوا أول حاجة نعمل نحط كمالات حتى أول حاجة توقف الفحص أصلا يعني لما تكون أنت بتحقن الصبغة دي على طول تروح توقف الانجكتور وبعد كده بقى تبتدي تشوف الobservation of intravenous site by technologist for the first 10 minutes وبعد كده بتدي كمادات ساعة وبعد كده كمادات سخنة المانجمنت زي ما احنا قلنا احنا اول حاجة stop immediately the effect extremity should be elevated بنرفعها شوية لفوق cold compressor applied في الاول وبعد كده evaluation of the case بتنادي الطبيب بسرعة عشان يلحق يشوف الدنيا عاملة ايه manage by observation for 1 or 2 hours وانا دايما بسيب المرضى حتى تليفون المكان اللي احنا بنشتغل فيه عشان لو هو روح البيت وحصل له اي مشكله ممكن يكلمنا عشان ممكن نحتاج توصل حالات ان هي بلاستيك سيرجري. Indication for transfer of emergency department includes skin blistering, altered tissue perfusion, increasing pain or change in sensation, blistering of extravasation. All evaluation and communication must be documented. كل حاجة بتتسجل يعني العين حصل له كذا بعد كذا دقيقة حطينا كذا راح كذا عشان ده كله ده لو حصل لا قدر الله تحقيق في موضوع أو حاجة نقدر نكون عاملين اللي علينا تجاه العيان وموضحين الكلام ده ما نتظلمش. Use safety nurse will follow on the cases of برضه الكيسز بتاعت ال MR safety أبسط شوية احنا عندنا دلوقتي بقى قلت شوية الـ absolute contraindication of MRI بقى يعني الـ cardiac pacemakers, electronic stimulators, metallic foreign bodies, cardiac valves, and aneurysm eclipses الحقيقة الـ titanic اللي هي مصنوعة من التيتانيوم الحقيقة دلوقتي بقت تستخدم خلاص ما نقلقش إن هي عيان عنده titanium plates إن هو يعمل MRI لأن فيعني اغلب الحاجات دي ما بقاش فيها حديد زي زمان. حتى الكاردياك فالز بقى دي في حاجات دلوقتي في ام ار اكزامينيشنز بيسموها فريندلي للكاردياك فالز يعني ممكن نعمل في حالات معينه بكاردياك فالز نعمل ام ار اي ستادي في اجهزه معينه نعمل ستاديز. مين العيانين اللي محتاجين انستيزيا؟ طبعا انفانت تشيلدرن اللي هم وساعات الناس اللي عندهم نيورولوجيكال ديسوردرز وفاسكولار مالفورميشنز. Children اللي عندهم learning disorders, patient with movement disorders, patient whose position يعني ساعات العيان ما يعرفش ينام على ظهره عشان يحصل له تعب مثلا ونايم على ظهره فبنديله anesthesia بسيطة. Claustrophobic patient طبعا, ventilated or other ITU patients. Certain patient undergoing stereotactic neurological procedure, patient having surgery or intraoperative MR ساعات احنا عندنا في أماكن في مصر دلوقتي عندها intraoperative MR يعني بيشوف العيان وهو بعد ما يفتح بيبص على العيان ويرجعه تاني يكمل العمليه. كلوستروفوبيا يعني مش هنتكلم عليه اكتر من كده. الام ار برضه ليه كونتراست ايجنتس وساعات بتعمل سيستميك فايبروزس وبتعمل مشاكل في الكدني فبرضه لازم نشوف نراعي الحاجات دي برضه قريب من زي السي تي ستاديز الايودين كونتراست ميديا بس هي الحقيقه مالهاش سنسيتيفيتي زي الايودين هي بس ليها افكت على ساعات نفروبسي. ايه الاحوال اللي بيحصل فيها وايه الرد على كل حاله من دول؟ لو العيان عندك عمل يعني ضغط على السكويز البول
اللي هي موجوده جنبه دي بن على طول بنوقف الاسكان بس، يعني ما بنوقفش الفحص كله ونوقف الدنيا، لا بنوقف الاسكان بس ونخش العيان نساله هو ايه المشكله، او هو العيان نكلمه عشان نطمن ايه المشكله. لو العيان طبعا دي من اخطر الحاجات اللي بتحصل، عيان او 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 ماده معينه، قصدي كرسي معين او حاجه دخل جوه الماجنت، ده طبعا يعني مشكله كبيره للبني ادم نفسه المريض ده او الحاجه اللي دخلت دي. يعني قلت في لابتوب باظت وفي ناس اتعورت والكلام ده، لا طبعا مشكله كبيره كمان ان احنا بنضطر ان احنا نعمل يعني كوينش الماجنت ونغير الهيليوم الموجود، وده بيكلف المكان ملايين فلوس لو حصل كده. يعني لازم نحط دايما يافطه بره كده حاطين فيها الحاجات، ودايما اكست الرنين كان بيتحط فيها اليرت كده للحاجات اللي هي ما ينفعش نخش بيها الاجهزه الرنين. فطبعا ده يعني في اي حاله مقر انجيوجرافي برضو ناخد، لان الفحص ده ساعات بياخد وقت، ولو حصل حاجه زي كده مش هنلحق نتصرف فيها. لو حصل ان لو حد يعني صرخ بقى جوه الجهاز، بنعمل ان احنا نعمل ايمرجنت ستوب. لو في فاير الطبيعي بقى زي اي حاجه في الدنيا، فاير زي اي حاجه بقى، مش عشان جهاز رنين ولا حاجه، احنا بنعمل باور اون بنقفل الكهرباء. فدي الحاجات اللي هي كلها ممكن نعملها لو حصل اي مشكله لاثناء الرنين. الانفكشن كنترول طبعا دي يعني بنحتاط ليها اكتر في حالات يمكن السي تي ارتريوجرافي والام ار ارتريوجرافي بيبقى الموضوع يعني اخف شويه. الاحتياطات العاديه زي تصوير اي مريض في جهاز اشعه او في الالترا ساوند، الاحتياط الخاصه زادت طبعا دلوقتي مع الكوفيد، ان احنا بنعقم المكان بين المرضى، الحاجات كلها تبقى ديسبوزابل، احنا نفسنا نبقى مراعين البروتكتيف ميجرز بتاعتنا مظبوطه. لكن طبعا اكتر بتبقى في الكاستر انجيوجرافي حاجات الانفكشن دي، لان ده طبعا فحص كده بيبقى قريب من العمليه يعني القسطره، فبيبقى ساعتها بناخد الاحتياطات بتاعتنا. الجايد لاينز دي ان وير افريش انفورم ايتش داي، يعني طبعا يعني دايما لما دخلت مستشفى او مكان بتتعامل فيه مع مرضى، يعني هتروح البيت يعني تستحمى والهدوم دي تترمي بقى وتلبس هدوم ثانيه على قد ما نقدر. يعني طبعا بيلو كفرنج شود بي تشينج مع كل عيان، بتغير هي المخده الحط فلاش اويز كونتينس اند بيد بانز، يعني كلها دي يعني لو دخلنا برضو معلومات اكتر يعني هنخش على اي سايت بتاع الانفكشن كنترول، وخاصه في حالات الكوفيد نعرف التعليمات ونعرف ان احنا الحقيقه بنستهون جدا في الانفكشن كنترول كاطباء وكريديوغرافرز، ان احنا يعني الحقيقه يعني بعيد عن الحته دي شويه، فالحقيقه بنغلط اخطاء فادحه في حق العيان وفي حقنا احنا شخصيا. يوز اكويبمنتس اند سبلايز فور وان بيشنت اونلي افتر البيشنت ليفز، بتغير الحاجات دي كلها. كيب ووتر اند سبلايز كلين اند فريش. فلورز طبعا الارضيه طبعا بتتعمل، افويد ريزنج داست عشان دي برضه الدست ده ممكن ينقل الحاجات. الجرافيك تيبل طبعا تنظف، ولما تنظف الارتكل ستارت ويز ذا ليست سويل 1 وبروجريس تو ذا موست سويل اريا. ميديكال تشارتس ذات اكومباني بيشنت، الحاجات دي كلها برضه تبعدها عن المكان، ولازم تبريفنت كونتامينيشن، لان الحاجات دي جايه من مكان اساسا هو ملوث اساسا، اوضه العيان او الرعايه المركزه او حاجات كده. البيرسونال بروتكتيف ميجرز بتاعتك لازم تكون جاهز بيها، جلافز ابرونز جاونز. هيلث كير وركرز شود وير ا فيس ماسك. ماسك شود بي وورن اف اني اير بور انفكشن سسبكتد، يعني طبعا احنا دلوقتي سسبكتنج في اي وقت ان هو يكون في اير بور انفكشن. جاونز بي وورن اف سويلنج از لايكلي ويز بلاد اور بودي فلويد، طبعا عشان مفيش اي جرح في العيان يضرك. Gloves must be worn in all invasive procedures, contact with sterile sites, contact with non-intact skin or mucous membranes. الترانسفير العيان طبعا في السيفتي العيان مهمه جدا، ان احنا واحنا بننقل العيان يا اما بنسيب اللي هو الراجل جاي بعربيه اسعاف او الناس اللي جايه من الرعايه او الحاجات دي تنقله، او ناخد بالنا من ان هو لما بيجي يتنقل واحد عنده كسر في العمود الفقري او عنده او حد مركب يوريني كاسترز او مركب انابيب او حاجه الكلام دي، الانابيب دي ما تشدش يترفع على الترابيزه وهو مشدود على ظهره مشدود عشان ما يحصلوش مضاعفات حد يعني اي قطعه فراجمنتس تقطع السبينال كورد ولا حاجه. ريفيو ذا فيلم فور الاون، طبعا من السيفتي برضه ان احنا نراجع الافلام زي ما احنا قلنا عشان ما نجيبش العيان تاني
سواء بقى عشان يطلع فحص كويس او عشان العيان ما يفقدش الثقه فيه. لكن كان انفورميشن بروفايدد ان ذا ريفيرال شود بي ادكوت، ان نفهم العيان هو يعمل ايه بعد لما عمل الفحص خلاص، شويه احتياطات كده بالنسبه للسبب ان هو يستنى في الساعه مثلا والكانيولا موجوده، ان هو لو حصل له حاجه حتى بعد الثلث ساعه يبلغنا. في حاجات كده مهمه لازم نبلغها للمريض. احنا ساعات يعني بنستهون الحقيقه بالجزء اللي احنا المفروض نصور فيه الاشعه، وبندي العيان اشعه زياده بدون لازمه. فزي ما احنا شايفين هنا العيان ده مثلا المفروض ان احنا بناخد بالمونري، لو احنا بنصور البالمونري بس او اللنج بس، ناخد المسافه من اول فوق الافكس على طول لغايه تحت الدايفراجم على طول. لكن في الحقيقه ساعات بنروح واخدين ناس بتاخد من اول نص رقبه العيان لغايه بطن العيان، وخلاص بقى عشان فحص بقى دلوقتي بقى فحص سريعه جدا، فبنستهون وبناخد جزء كبير جدا خارج الاطار اللي احنا عايزين نشتغل. هنخش بقى في موضوع الإثكس مع المريض. اول حاجه المريض بالنسبه لنا هو الحاجه اللي احنا جينا عشان، واحنا موجودين عشان احنا موجودين فعلا على بندور كلنا حوالين مصلحه العيان وسلامته. All patients coming to radiology department should receive the best possible care and undergo their examination with the best care, least discomfort possible and minimal radiation، او مش بس radiation، الفحص نفسه سواء MR حتى اقل وقت معين واقل حاجه. While the physician use clinical technology، الفيزيشن دايما احنا كاطباء بناخد use medical technology مع بعض، لكن لازم نكلم المريض بلغه يفهمها عشان يقدر المريض يعني يفهم احنا بنقول ايه. Miscommunication ده مهم جدا ما بين الريديولوجيست او الريديوجرافر والعيان. احنا ساعات بنعيش كده في جزر منعزل عن المريض، زي طبيب الاشعه قاعد جوه في المكتب جوه ما بيشوفش العينين خالص، الراديولوجيست الراديوجرافر قاعد على المونيتور ما بي يعني بيدخل الممرضه ويدخل العامل يكلم العيان وهو ما بيشوفوش خالص. لا، وبعدين العيانين بتوعنا دول زي ما بنقول اور ساتيسفايد بيشنتس ويل بيكام راديولوجي امباسدرز، دول الناس اللي هم السفرة بتوعنا في كل حته، يقول ان المكان ده شفت دكتور محترم، شفت راديوجرافر محترم، شفت عماله وتمريض محترم. هو ده نتيجه الكوميونيكيشن، مش العيان يخش ويطلع ما يشوفش تقريبا حد غير ان هو شاف الجهاز بس. طبعا مهم جدا ان احنا يبقى في مينيمايز الديليز، لازم احنا يعني دورنا الحقيقه كاطباء اشعه وكده، ده دورنا مش بس فني الحقيقه، بيبقى في دور اداري كتير. دكتور الاشعه او اللي ماسك المكان او المركز اللي هو بيشتغل فيه او المستشفى قسم الاشعه في المستشفى بيمانج كل حاجه. ساعات بيمانج الريسبشن، ليه مأخرين العيانين؟ ليه مفيش الكوميونيكيشن كويس مع العيان لو عيان اشتكى؟ وطبعا ابتسامه بسيطه للعيان، وطبعا ولو عنده مشكله بنحل المشكله بتاعته، دي مهمه جدا. ولازم نغير طبيعتنا في الاختفاء بعيد عن العيان دي، ولازم نكون دايما بنوري العيان احنا مين. جريتنج زي ما احنا بنقول للعيانين وخاصه في الزحمه. البيشنت ارايفل لازم نصبرهم ان عندك فحص دلوقتي طويل شويه فهتخش بعد العيان ده. ونفهمه ليه ايه سبب ديليز، سواء سبب ديليز في الفحص نفسه او في استلام الريبورت، مثلا انت متاخر في استلام الريبورت ليه. لازم تبقى ان فرونت، لازم تبقى في المواجهه. طبيب الاشعه يعني انهانس فيزيبيليتي للراديولوجيست والراديوجرافر. بص ساعات بنحط يعني صور الناس دي على مدخل الاسم، ساعات احسن طبيب، احسن راديوجرافر، احسن موظف في المكان، ساعات بيحسن الانطباعات الموجوده كده. بن بن بتحط طبعا يستحسن يفطب الاسم على 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 البلطو بتاعك، وتكون لابس لبس طبعا مظبوط ومش طالع العين مثلا بالشبشب مثلا من جوه، ولا لابس مش عارف ايه، ولا شكلك مش مظبوط. لازم طبعا الواجهه بتاعتك دي تكون مهمه قوي. وساعات بندي العيان الكارت بتاعنا عشان لو في اي مشكله في اي حاجه، والبيشنت نفسه تكلمه بتناديه باسمه وتتعرف عليه. وده مهم جدا، لانك انت مش مصوراتي او مش فعلا، انت راجل طبيب او راديوجرافر، راجل تقني في فيلد معين، لازم تكون واضح للعيان ان انت ليك برضه علاقه طيبه مع العيان زي بالظبط الكلينيشن بتاعه. طبعا بنناقش ساعات بنناقش ريزلتس لو عيان عايز يسال على الحاجات دي، بس احنا في مصر الحقيقه شويه يعني لازم نكون واخدين بالنا في التعامل مع المرضى، ان احنا نقول في حدود المطلوب مننا، ما نقولش حاجات خارج الفيلد بتاعنا عشان العيان بياخد كلامك بيوصله بطريقه ثانيه.
ميك ذا كونكشن طبعا للبيشنت، جيف ريدوج سيرفيس طبعا زي ما احنا قلنا. لازم تتواصل مع ريفيرنج فيزيشن، يعني ريفيرنج فيزيشن ده برضه ما يقعدش في حته ثانيه لوحده وانت في دنيا لوحدك، لازم تبقى معاك تليفونات الدكاتره تتعامل معاهم، تتواصل معاهم لو انت عندك مشكله قبل الفحص او بعد الفحص عايز تعلق له عليها. تتعامل مع العين طبعا بطريقه هادئه حتى لو هو عين حاجه كده، وفي السيمبل لانجوج اللي احنا بنقولها له. و يعني الباك روم دي ما تبقاش دايما منغلق عليك وانت تتعامل مع العيان مباشره. الانستراكشنز طبعا مهمه قوي اللي نقولها على العيان، والبريكوشنز اللي هو قبل ما يعمل الفحص خاصه في حالات الارتريوجرافي، ان هو في صبغه تخش وما يتحركش خالص، ان لو اتحرك رجله مثلا اثناء الصبغه يبقى كل الفحص باظ، وهنعيد فحص مكلف وفحص وصبغه برضو ممكن تكون مؤذيه للمريض، فلازم نفهم العيان ان هو ما يتحركش رجله يثبت نفسه، وان الفحص ده ممكن يكون فيه ساعات في حاجه بيحس بيها في الحلق، حاجه في يعني ممكن يشعر بيها، يعني يصبر على اي حاجه مش جامده قوي وينبهنا لو في حاجه جامده. طبعا لازم نقرا البريسكريبشن سواء الريديوجرافر او ما تجيله الفحص المطلوب، يقرا الشتة كويس المطلوبه والريكوست الموجود، عشان ممكن ساعات الريكوست يكون مخالف للي كاتبه الريسبشن، ممكن الريسبشن كاتب لك حاجه والريكوست الموجود عندك مكتوب حاجه، فلازم نعيد الكلام ده كله بدل ما نعمل فحص غلط ونبوظ الدنيا. لازم طبعا تعرف ساعات ايه المشكله اللي عندك بره، عشان المشاكل اللي بره دي ممكن تخليك مش عارف تشتغل اساسا، سواء كراديولوجيست او ريديوجرافر. احنا بنبقى شغالين ساعات شغالين كل حاجه، مش بس احنا مدير اداري للمكان، لا احنا اللي شغالين كل حاجه. طبعا تشوف البوتل نيكس دي موجوده فين، يعني عنق الزجاجه موجود فين عندك، هل المشكله في انتظار العيانين، هل المشكله في طباعه الافلام بطيء، العيان عايز ياخد افلام من غير تقرير مثلا، او ياخد افلام على طول مش عارف يستلم الافلام عشان البرينتر فيها مشكله، هل المشكله في كتابه التقرير نفسها بطيئه فالعيانين بره بيتخانقوا عشان كتابه التقرير. فطبعا لازم يفهم هو بيستنى ليه، ولازم تشوف ايه المشكله وتحلها. طبعا تصلح اي ديلي موجود عندك، والديليز ده ساعات يعني بيكون ما يأثرش عن يعني الكواليتي بتاعتك في ان انت تشوف الافلام كويس قبل ما تستلم، وتراعي وتركز في ان انت شفتها وبصيت على الفحص بعد ما العين مشي، هل محتاجين نزود حاجه. الراديوجرافر لازم يوريك تخص الصبغات بالذات والحاجات دي تخص معقده، لازم تشوفها سواء اثناء الفحص نفسه يناديك لو في حاجه، او بعد الفحص يقول لك ان هل محتاج حاجه من المريض ولا لا. ساعات بعد الفحص بتحتاج سبيشال بوزيشننج بعد الفحص، زي مثلا مايلوجرافي بيحتاج ان انت تعرف تحط مخدتين مثلا على ظهره، في فحوص معينه يعني ناخد بالنا ان احنا نفهم العيان هيعمل ايه بعد الفحص. العيان طبعا من حقه طبعا من ده غير الانفورمد كونسنت، حقه انه يعرف الستبس. احنا يعني الناس بتقعد المريض ساعات بتقعده عشان تشرح له كل خطوه هتتعمل في الفحص ايه، خاصه في حالات القسطره، تفهموا هتركب قسطره ازاي، هنحقن الصبغه ازاي، هتقعد وقت قد ايه، هتاخد انستيزيا ازاي، بعد الفحص هتعمل ايه، واذا ار بوسيبل كومبليكيشنز، هل في مضاعفات، عشان يبقى اورينتد ان ممكن حاجه تحصل له، وبيمضي بعد كده الكونسنس. مهم جدا عشان تعرف ان خاصه في الجيوغرافيك بروسيدرز ان الكونسنت بتاعه الريسيرش مختلفه عن الكونسنت بتاعه البراكتس، يعني انت بتمضي العيان على براكتس ان هو هيحصل لك كذا او كذا او كذا او كذا، سواء درينج او بايوبسي او الكلام ده. لكن لو انت الشغل ده هتعمله بعد كده كريسيرش، بتعمل له ورقه ثانيه للريسيرش، مش هو خلاص وافق على الفحص كبراكتس، يبقى معتبر ده موافقه يعني خلاص خالصه لان انت تعمل ريسيرش خلاص على العيان. لا، موافقه الريسيرش ده موافقه ثانيه بتقول العيان هل ممكن تحب ان الفحص ده نستخدمه في ريسيرش ولا لا، ما وافقش يبقى مش هتستخدم الفحص ده في ريسيرش. وساعات بتبقى موافقه كامله عشان انت بعد ريتروسبكتيف لو انت هتعمل ريسيرش تقول للمريض ان انا ما تبقاش عندك اي لوم ان انت استخدمت الفحص ده في ريسيرش. الكونسنت فورم بالنسبه لنا في الاشعه بالذات بيبقى ساعات بيبقى من 1 لـ 5 ريم، انفورم البيشنت والفاميلي الريسك الموجوده، بعد 5 ريم كونسل البيشنت اند فاميلي اباوت ذا ريسك والبنفيت، ريفيرنج فيزيشن برضه ريديولوجيست ريديوجرافر شود بي write notes on in the patient chart، بتكتب اللي هو الفحص ده دي صبغه بكميه، قصدي radiation dose بكميه معينه، وان ممكن radiation dose دي تاثر في كذا وكذا. وطبعا احنا في الاخر لازم تفهموا ان radiation دي sensitivity، ممكن حد ياخد radiation dose بسيطه ويتعرض لمشاكل بعد كده في حياته، وفي عيان تاني بياخد radiation dose عاليه وما يحصلوش اي حاجه.
ساعات الديسكاونت ده اثناء شغلنا كإثكس يعني يعتبروه يعني انت لو لقيت عيان فقير عيان كذا انت بتعمل له ديسكاونت او بتعمل له حاجه لو انت مسؤول عن المكان يعني او تكلم المسؤول عن المكان ان هو ده ممكن تعمل له ديسكاونت. ساعات في ناس بتعمل ديسكاونت ده جزء من الادفيرتايزمنت يعني من الدعايه مش بس تخفيض لعيان فقير او حاجه وده مش يعني إثيكالي مش محرم او مجرم ولا حاجه بس طبعا في ناس ما بتحبوش قوي لان ده ساعات بيشوف ان هو بيأثر على الكواليتي بتاع اللي انت بتعملها للعيان في اوقات معينه لو انت حاولت تعوض الديسكاونت اللي انت عملته. طبعا العيان اللي هو هيقلع هدومه او حاجه او هيغير هدومه فوزن شود بي نوت بي ان فرونت اوف ايفري وان مش اي حد بقى معدي في الطرقه كده انت العيان بيقلع هدومه او لا لازم مكان سكيورد كده والعيان بيغير هدومه فيه والعيان هو بيتنقل تكون مراعي ان هو متغطي. كل الكلام ده مهم جدا للإيثيكالي للعيان وطبعا يكون كل حاجه نظيفه وكل حاجه برايفت. الفيميل اكزامينيشن طبعا ده يعني دي ممكن نقول فيها عدد كبير قوي من السلايز بس احنا كل ببساطه ان احنا مهم جدا في سواء الفيميل او لو في فيميل دكتور بتكشف على ميل يعني اي حد بيكشف كده لازم يكون واخد باله ان هو الشابرون ده اللي هو البيشنت هو ويتنس فور ذا بيشنت ده اللي هو يعني موجود معاه عشان نامن نفسنا ان الفحص ده ما حدش يدعي علينا اي ادعاءات باطله فبيبقى في واحد موجود مع العيان يعني يفضل يكون مثلا يعني يا اما ساعات ممرض يا اما حد قريب او حاجه. بناخد بالنا برضو ان انت في حاجه مهمه جدا ما اعرفش موجوده ولا لا في السلايدز ان انت ما توقفش يعني بيسموها كده يعني تضحي بنفسك في الاشعه وانت العيان او تقف جنبه. لا احنا القواعد كلها في كل الدول المحترمه بتقول ان انت لو في حد هيسند العيان وانت بتعمل له اشعه ويقف جنبه اللي بيقف جنب العيان ده واحد من قرايبه ولا انت ولا حد من البرسونيل اللي في القسم كله ولا ممرضه ولا فني ولا اي حد خالص عشان ده بيعرضك لدوز زياده وانت اصلا مش ناقص دوز في الاشعه. فدايما البروتوكولز ان مكتوب البروتوكولز دي في الاشعه ان مش انت اللي بتقف جنب العيان عشان تسنده مش انت اللي بتحط له مثلا تحط وانت بتحط له فيلم اسنان انت لو حاطط فيلم الاسنان في بقه وواقف جنبه عشان ما يتهزش لا بيعمل الكلام ده قريب للعيان او واحد خالص مش من اللي بيتعرضوا للاشعه. فالفيميلز دي ساعات لازم نكون واخدين بالنا قوي ونيفر بوسيبل بات نوت ريكواير شابيرون شود بي ذا جندر ساعات بيبقى نفس السكس بتاع العيان فيز موست يعني العيان اللي هو بيحس ان هو يعني مبسوط ان هو يقف معاه يعني بس طبعا في فحوص القسطره وفحوص اللي هي يعني العمليات كمان ده لو سي تي او اكس راي او الترا ساوند او حاجات كده لكن فحوص القسطره والعمليات ما بندخلش طبعا عيان قصدي حد مرافق للعيان معانا جوه في الفحوص دي لان فحوص انفيزيف وممكن يعمل لنا مشاكل لو شاف دم لو شاف مش عارف انت بتعمل حاجه هو مش فاهم هو انت بتعمل ايه هيبتدي يتدخل في عملك فطبعا ده غير مظبوط. Family members cannot act as a chaperone for adolescent patients. Can family members يعني ساعات بيبقى ما يحبش يعني قوي الفاميلي ممبر لان ممكن يكون متحيز ساعات للراجل بتاعه ويدعي عليك حاجه ما لهاش لازمه يعني. الاكسبشن a family member parent or legal guardian may serve as كذا لو ما عندكش ده في البيدياتريك patient examination except examination or procedure where there is a placement of سبيكر الحاجات بقى اللي احنا قلنا اللي هي حاجات انفيزيف مش عارف الكلام ده ما بندخلش حاجه حد معانا في فحص هيستوسرفنجوجرافي فحص انفيزيف فحص قسطره ما بندخلش حد من قرايب العيان معانا. It is not unusual for a male doctor to ask female nurse to act as a chaperone ممكن جدا طبعا ان ادي female nurse او ساعات عامله او حاجه كده their rational being that there may be protect them from future false allegation ممكن ده بيحمينا من ادعاء من العيانه او من العيان ان احنا عملنا فيه اي حاجه مش مظبوط. الفي سبرينج دي برضه حاجات من الاثكس عندنا اللي هو اللي احنا انت كطبيب او كراديوجراف فني ان انت تاخد نسبه تدي نسبه لحد بيبعث لك اشعه. طبعا ده في اي حته في العالم it is illegal and unethical وبيؤدي الى bias طبي وخراب في البراكتس الطبي نتيجه ان ممكن الراجل اللي بيبعت لك ده يبعت لك حالات اكتر
نوت انديكيتد، مش مصلحه العيان، ان انت لو عملت فحص مش مظبوط ولا يهمه مصلحه العيان، وان هو عشان انت كده كده بتعمل فحوص وبياخد نسبه عليها، ما يهمش مصلحه العيان او الفحص ده كويس ولا وحش، حتى لو المكان هو بيقول ان انا ببعت لمكان كويس. لا، انت كل هدفك ان انت العيان ده مش بتاعك، العيان ده بتبعته لمكان اللي انت شايف ان هو احسن بصرف النظر المكان ده بيديك فلوس او ما بيديكش فلوس. طبعا ده بساعات لان هو بينسق ساعات مع هيئه طبيه، ولا ساعات مع مش بس الطبيب يعني، مع يعني موظف في شركه ولا حاجه، ان هو بيبعت الحالات اللي هي التحويل بتاعت الشركه للمكان ده، وده طبعا مش مظبوط. الفي تشيرنج اور بيمنت يعني كوميونيكيشن فور ريفيرال، الفي امونج سبريدنج امونج دكتورز اند lawyers is not يعني ده مش موجود worldwide. It has always been considered unethical and unprofessional. وساعات ناس بتترفض من النقابة في دول تانية، لكن الحقيقة في مصر هو مش فعال أوي الحقيقة. The ethical codes of doctors and lawyers contains provision forbidding it. There are penalties for those who contravene the law or ethical codes. Doctors found guilty or fee splitting have been disciplined and even stuck off from the medical register. بيشالوا خالص من قوائم الأطباء في النقابة لو اكتشف هذا الكلام عليه. البراكتس زي ما احنا قلنا unethical وilegal، وطبعا لازم يعني نراعي ان يعني احنا ساعات حتى عندنا استجهاز، عندنا مش عارف ايه، يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا، وان شاء الله ان احنا بشغلنا وكفاءتنا هنخلي الناس تبعت لنا ومش بس بأي نسبة ولا أي حاجة. طبعا الشركات برضو يعني في تعاملاتنا مع الشركات ما ناخدش نسب معينة من شركة عشان هي عشان تديك يعني نجيب. ساعات انت كراديولوجيست او راديوجرافر ممكن انت اللي بتشتري الكونسيومبلز للمكان، لازم تكون امين ان انت تشتري الكونسيومبلز بتاعت احسن حاجة تشتريها للمكان، ومش بس احسن كونسيومبلز، لا ارخص مثلا مكان تشتري منه، وما تاخدش نسبه من شركه معينه عشان تجيب منها وشركه ثانيه تكون احسن وما تجيبش منها. طبعا لان الشركات ساعات بتعزم الناس على عزومات وفسح وحاجات كتيره هم والاهالي بتاعتهم حتى، عشان مقابل ان هم يبقوا دعمهم للشركه ويعني ولائهم للشركه. الفورمز اوف انتانجلمنتس دي طبعا قدامنا كلنا الحقيقه، يعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا نبتعد عنها، ما فيش حد طبعا ملاكي يعني، بس نحاول نبتعد عنها على قد ما نقدر. الفيزيتس اللي هي فيها هدايا يعني مبالغ فيها، الدايركت جيفتس اكسبتنج اوف ذا اندايركت جيفتس، زي ساعات واحد بيعمل اشتراك بيعمل اشتراك مثلا في السوفت وير او اشتراك في الجهاز مثلا الموبايل يدفع له الاشتراك، حاجات كده. تكييف، ساعات بيركبوا تكييفات للناس الدكاتره في العيادات، ان هو يعزمك على مؤتمر. طبعا لو في مؤتمر طبي ولا حاجه ممكن قابل العزومه، بس حتى الشركات الكبيره دلوقتي بقت تقلل قوي من عزومات الاطباء في اماكن كريزورتس او يعزموا اهاليهم والكلام ده، قل الكلام ده جدا. اللي هي سبونسرد ريسيرش، ان هم يدعم البحث بتاعك او يسبونسر البحث بتاعك، ساعات ده بيبقى طبعا ليجل لو انت بتعمل بحث بامانه وبتعمل البحث ده لصالح العيان، لكن لو انت بتعمل البحث ده لصالح الشركه دي فقط وبتعمل النتائج اللي الشركه عايزاها، ده طبعا غير مظبوط. فاندنج ميديكال سكولز والحاجات دي، ممبر شيب وسبونسر، ساعات بيشتركوا لك في جمعيات ببلاش. انفولفمنت ويوز اوف سبونسر كلينيكال جايد لاينز، ساعات بتعمل كلينيكال جايد لاينز لمصلحه الشركه ده، وده مش مظبوط. كل دي فورمز اوف انتانجمنت مع الشركات، وطبعا ده برضه بيؤدي لفساد طبي وفساد، وفي الاخر ده مش مصلحه المريض. فطبعا دي كلها حاجات نحاول على قد ما نقدر نراعيها وناخد بالنا منها عشان ما نقعش في اخطاء معينه. اشكركم على يعني استماعكم ده، وارجو ما اكونش طولت عليكم، وشكرا. ولو في اسئله يعني احنا مستعدين، بدايه الدكتور احمد يبتدي ان شاء الله.